هيادها أمانك مقالة مقدشة أيا كوغوليستي إن أمانك مقالة مقدشة أو غارو هير لا إسكو هالين كرو تاسي أو سببتي إن مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى حسن شيخ محمود وصعد كوسومر ودوين كعاصمدة يدو أن وح ودها لوحرين سيدو كرانا سوغيدا مقالة مقدشة وكسو تكامي السو مدحوينها هذا الشعب كو سيديبا يو أركان isbeddel ka amni ee ku yimaaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho magaalada Muqdisho labada sano ee madaxweynaha dalka mudane Maxamed Sheekh Maxamuud uu haystay amniga aad buu u fiicnaaday shacabku is dhaxlweynayaan amni fiican oo cabsi lehna ayaa ka jirto marka loo fiiriyo dowladii hore ee Soomaali maanta boqolkiiba boqol ayaa la dhigi karaa amniga Muqdisho iyo degmooyinka ku xeeran ciidamada booliska iyo ciidamada sugidda ee sidoo kale qaranka لما تزوج الله ما أبي ودمبا شرف يعني برشلونة وحيان المدح وينها إنه الشعب كله حلو جيو وأخن إلهي لقوم هاد عليه إذا أنا نو كان سنة ما هن من إلهي نسيوه وأنا من سنة هاي بقول كبا بقول ما تروح عن هاي سنة وواحد إلهي لقوم هاد عليه المدح وينه غرنا كون سومالي دور دحمرة أصغر لقينا يو إستاف ودين باوح إلهي لهم هدعيلي وحنا نو كسبرني معهم رجينا ورد مدحوينها تلك حالنا أجل دين مدحوينها ونحب ريقا يعني برشيديس والله ما عامل لها ولو مجال كيس ونحمر هاي مركا أمني قد واز بدل ما شاء الله وعاسمتي أمني قد تلك ببودهان وانا كما سيئا مدحوين حسن الشيخ وأجل داسنا لها نضمون أمني سايد اسكو بدل لها يقصير حشي سيخ الوضورتي نخبر حسنا ما شاء الله واي ما داما حالنا مدحوين ومنطقة شعب سوما نحل وين هاي ومحوين ومتغان ومتغان عني عن مانتا كل سنة نو قدر سنة نو عسام دتك شعبكم قال بس كنا دانا أنا قاعد ياد أبو بحسن هاي حد أنت وحبر وهاي سنة وحقله متغان عن جينا إن متغان أنت هاي سنة كبر إن بالعوينة ومتغان سيكون ذا الكيس قال مو بس ما أنت أرق وهاي وهاي قاعد ياد محلي ده نبتدي نبتدي قاعد وفي عن تاي وقاعد ياد و أمني ما شاء الله وفي عين بقولك وبقول حالي مدحينا وحركة وإن tubaha barmarket iyo magaalada markan oo qayb ka mid ah soo kormeeray ma sha Allah amnigu waa shafaa fiican madaxweynahan oo ku faraxsanahay inkastoo ku dhex lugeynay xalay magaalada Muqdisho marka amnigana aad u sugan yahay hor fiican ayuu qabtay wallahi aad u bogaadinayna waa shaqo wanaagsan ee wadanka hayaan waa laga dareemayaa caasimadda sanadkii la soo dhaafay ilaa iyo sanadkan socdo waxaa jirta horumar aad u ballaaran oo la gaaray dhankaas ee amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa hadda maraysa heerkii nabadgelyo ee ugu sarreeya uguna wanaagsanaa sida ay ku sheegayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho